صراحة بغينا جينا نتفرجوا شوية في الماتش باش نشجعوا المغرب ديالنا وبغينا يربح واخا اون بلان بريباراسيون عندنا لي زيكزام ولكن بغينا نشجعوا ما فيها باس بغينا يربح تيدي الكاس ان شاء الله يا ربي. وراهم مزيانين راه عندنا الاسود ضروري راه عوالين عليهم على سيدي ربي ان شاء الله تكون نتيجة ان شاء الله علاش لا. فزنا ديجا زعما كاينه ولكن غير ما تاهلناش وصافي ان شاء الله يكون خير هاد المره ان شاء الله. علاش لا ديوا تعرفي شي لاعب من العيبيه اللي ايوا تنعرفو كيفي سلام مزيان هما غاديين مزيان الحمد لله نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. بيان سور واخا امتحان الجاي نشوفوهم يا ربي ما نقوصوش عليهم. ديما كيجيبوا الربحه الفينال يا ربي فينال الفينال هادشي اللي باغين اما اللي كاين ما نعرف. الله يسهل عليهم والله يوفقهم يا ربي ويجيبوا لنا الكاس ان شاء الله يا ربي. حنا خصنا نشجعوا ضد باش ايا خصك تجي بالعكس بالكونتري راك تما يعني كتشجع غانا باش المغرب ايا كنشجع انا غانا وما كرهتهاش تربح الصراحه. وشحال انا كنقول النتيجه تسالي 1-0 وغانا رابحه. شكون اللي غيماركي لك عليه؟ والله ما عرفت يقدروا يماركيو على راسهم. اي واحد الهجمه مرتده دازتني فهمتيني. شنو كتقول اللاعبين ديال المنتخب من هذا المنبر؟ اخويا اللاعبين ديال المنتخب اليوم بانوا لي الخشب الصراحه باش ما نكذبش عليك. ها انت راه هو الاخر طايح بوحدو ما قاسو حتى شي واحد والماتش انا بهاد اللعب ما كيبان ليا شي يديو شي حاجه الصراحه. جيت باش نقرا ونتفرج في الماتش او ميم طون. ان شاء الله كنتمناو يربح يا ربي يجيبوا لنا ذاك الواحد بعدا هادشي اللي كنطلبوا هاد الساعه ان شاء الله كنطلبوا من الله يوصل الفينال هادشي هذا هو لوبجيكتيف ان شاء الله يا ربي. صراحه الله ما فرحناش الفرحه الاولى بغينا نفرحوا عاوتاني دابا داكشي اللي كاين حيت لا نتمنوا من المغرب يجيب اللقب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.